أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة طريق الشعب، ونقرأ تقريرا بعنوان أجور التعليم ومستلزماته ترهق أهالي الطلاب. تتكبد الأسر العراقية مبالغ مالية كبيرة لتأمين دراسة أبنائها في المدارس الأهلية أو تسجيلهم في الدروس الخصوصية، تضاف إلى ذلك مبالغ شراء مستلزمات الدراسة والملابس والكتب المنهجية التي عجزت وزارة التربية عن توفيرها في الموعد المحدد، فضلا عن أجور النقل وغيرها من المتطلبات الكثيرة. يأتي ذلك مع استمرار تردي التعليم في المدارس الحكومية التي تواجه مشكلات عديدة تتمثل بعدم تطوير المناهج وأساليب التدريس وضعف أداء بعض الكوادر التدريسية وصولا إلى اكتظاظ الطلبة في الصفوف. نتابع. انتقال الطلبة من المدارس أو الجامعات الحكومية إلى مثيلاتها الأهلية وتسجيلهم في دورات الدروس الخصوصية باتا من الأمور الضرورية بالنسبة للكثير من الأسر التي ترى أن بقاء أبنائها في المؤسسات الدراسية الحكومية لن يجدي نفعاً في ظل تراجع قطاع التعليم. وتقدم الدروس الخصوصية في البيوت أو في المعاهد، ويتولاها غالباً مدرسون منتسبون إلى وزارة التربية يقدمون الدروس للطلبة مقابل مبالغ مالية كبيرة جداً. ومن بين أسباب انتشار التعليم الخصوصي في البلاد ضعف الدخل الشهري للمعلم. خلال الأعوام الأخيرة نشط الاستثمار في مشاريع المدارس الأهلية بشكل واسع في عموم البلاد، والتي تزايدت أعدادها كثيراً على الرغم من الاتهامات التي تلاحق هذا القطاع بعدم المهنية في التعاطي مع الطلبة، لكن التعليم في تلك المدارس ليس بالمستوى المطلوب، لكون الهم الوحيد للمستثمرين هو كسب أكبر عدد من الطلبة وبكل الطرق مستغلين الخلل الموجود في المدارس الحكومية. ونقرأ مقالا من مجلة الكاردينا بعنوان اتساع ظاهرة الاتجار وتعاطي المخدرات في العراق للكاتب مصطفى محمد غريب. يقول فيه إن آفة المخدرات بكل أنواعها هي بمثابة القتل البطيء لملايين البشر، ولا يختلف اثنان أن التوسع الهائل في انتشارها في أكثرية المناطق والدول في العالم جاء نتيجة السعي لجني الأرباح وإخضاع الشعوب. وربطت غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المخدرات والجريمة أن ثمة ارتباطا بين انخفاض إدراك المخاطر مخاطر تعاطي المخدرات وارتفاع معدلات تعاطي المخدرات، وهذا ما حدث في العراق من انتشار واسع النطاق للمخدرات والحبوب المخدرة وتعاطيها بإدمان أكثر من السابق. نتابع. ألقي القبض خلال 9 أشهر على 12,000 متهم، وتم ضبط عصابة تتاجر بالمخدرات وبحوزتها كميات غير قليلة من المخدرات كالكريستال والحشيش، وهو غيض من فيض. الحكومات العراقية المتعاقبة وبسبب الصراع على السلطة واعتماد نهج المحاصصة الطائفية وانتشار الفساد أصبحت عاجزة عن إيجاد معالجة لهذه المشكلة المستعصية، على الرغم من المحاولات لكبح التهريب والتوزيع، إلا أن هناك أموراً فوق طاقتها، ومنها وجود مسؤولين يغلقون عيناً ويفتحون الأخرى فتحة صغيرة أي يتغاضون من أجل الفائدة والمساندة. وظهر تدفق أغلب المخدرات من إيران إضافة إلى دول أخرى. إن العراق المبتلى بالفساد والميليشيات ومافيا التهريب وبحكم المحاصصة الطائفية لن يستطيع التخلص من هذه الآفة الرهيبة بسهولة، ولا يمكن أن تكون الإجراءات القانونية والأمنية سوى وسيلة أحادية لنوع من العلاج، ونحن نعرف أن الحكومة ومؤسساتها أضعف من أن تكون قادرة على المعالجة الشاملة،
لأن الظروف الاقتصادية الصعبة والفقر والبطالة وانعدام سيادة القانون وانتشار الفساد وأدواته سيكون دائما مصدرا قويا لانتشار المخدرات والمتاجرة بها. إلى صحيفة ليبرو كوتيديانو الإيطالية التي نشرت مقالا بعنوان حسن نصر الله ينبح ولا يعض. تقول الصحيفة إن خطاب حسن نصر الله بمثابة النباح الذي لم يعد من الممكن تأجيله. هذا هو معنى الخطاب الأول لحسن نصر الله زعيم ميليشيا حزب الله الأخير، وقد ارتفع أكثر من صوت لاتهامه بأنه لم يفعل إلا القليل أو لا شيء على الإطلاق لمساعدة إخوانه الفلسطينيين تحت القصف الإسرائيلي في غزة. وتضيف الصحيفة أنه ينطبق المنطق نفسه على التهديدات الموجهة إلى الولايات المتحدة المتهمة بأنها مسؤولة عن الجرائم، جرائم إسرائيل في غزة. يرفع حزب الله صوته نيابة عن إيران لدفع واشنطن إلى مواصلة جهودها لضمان عدم تدهور الوضع. نتابع. كان بإمكان نصر الله أن يعلن الحرب، لكنه بدلا من ذلك اقتصر على القول إن ميليشياته جاهزة للتضحية وهي في حالة حرب بالفعل منذ 8 أكتوبر. عبارة تهديدية لكنها مطمئنة، لأنها تعني أن حزب الله سيبقي الصراع منخفض الحدة ولن يداهم إسرائيل، وسيحرصون على تجنب التصعيد، وبالتالي فإن التضامن مع حماس وغزة يقتصر على إعلان دعم عالي الصوت، لكنه لا شيء ملموسا. إن العبارة الأساسية في خطاب نصر الله ليست مباركة عملية 7 أكتوبر المقدسة التي قررها الفلسطينيون بنسبة 100%، ولا ما يترتب على ذلك من تمجيد المقاومة المشروعة للعدو الصهيوني المحتل. الرسالة الموجهة إلى الدولة اليهودية ليست الإهانة الواضحة التي ترضي آذان العالم الإسلامي، ولكنها تقول إن أي هجوم وقائي من قبل إسرائيل سيكون عملاً من أعمال الغباء والجنون. إنها طمأنة للعالم ولإسرائيل، لن نكون نحن من نهاجم ولا نشارك في الميدان إلى جانبكم، لأننا لا نريد أن يتوسع الصراع، ولا نريده بالأساس لأننا ضعفاء ولسنا مستعدين. إلى موقع الجزيرة نت ونقرأ مقالا للكاتب خليل العناني بعنوان مقتلة غزة حيث تعرى الجميع. بغزة الكاتب: لم يفاجئني أو يصدمني تصريح وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الذي طالب فيه بضرب قطاع غزة بقنبلة نووية والتخلص من الفلسطينيين كافة، بل إن تصريحه هو التطور الطبيعي للمقتلة التي تجري في قطاع غزة، ونتابعها على الهواء مباشرة صوتا وصورة دون أن يتحرك أحد بجدية لإيقافها. فإذا كان مقتل ما يزيد على 10,000 شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء، وإصابة الآلاف، وهدم ما يقرب من نصف المنازل والبيوت في قطاع غزة على رؤوس أصحابها لم يحرك ساكنا سواء لدى العرب أو الغرب، فماذا نتوقع من مسؤول صهيوني متطرف؟ حقيقة الأمر إن مقتلة غزة عرت وكشفت سوءات الجميع شرقا وغربا، ولم ينجو من ذلك سوى ضحاياها الذين سقطوا ودفعوا أرواحهم ثمنا للحرية ضد محتل متطرف ومجنون. فشل العرب جميعا في توفير الحماية لشعب غزة الأعزل، ولم يجرؤوا على اتخاذ موقف قوي يمكنه ردع إسرائيل ووقف جرائمها، وظلت مطالبهم بوقف إطلاق النار مجرد كلمات تتكسر على صخرة التواطؤ والفيتو الأمريكي. أيضاً عرت مقتلة غزة الكثير من ادعاءات الغرب وإعلامه ونخبه حول احترام حقوق الإنسان، وقد سقطت وسائل الإعلام الغربية سقوطاً مروعاً في فخ الانحياز الأعمى للرواية الإسرائيلية الكاذبة حول ما يجري في قطاع غزة. وشاهدنا تعليقات المذيعين والمراسلين لكبريات الشبكات الإخبارية مثل CNN وBBC وغيرهما،
وجميعها تنضح بالتحيز الأعمى لإسرائيل وتتغافل عمدا عن أصل المشكلة في فلسطين وهو الاحتلال الإسرائيلي. وقرأنا مانشيتات وعناوين لصحف أمريكية كانت تحظى بقدر من المصداقية مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز وول ستريت جورنال، وهي تدافع عن وحشية وهمجية إسرائيل في قتل الأطفال والنساء والمدنيين. وعن دور الولايات المتحدة في الحرب على غزة كتب أسامة خليفة في وكالة وطن للأنباء يقول: المفكر الراحل عبد الوهاب المسيري يقول: الدولة الصهيونية إنما هي قاعدة عسكرية واقتصادية وثقافية وسكانية للاستعمار الغربي، والصراع معها إنما هو جزء من المواجهة العامة مع الحضارة الغربية الغازية. واشنطن التزمت بحماية أمن إسرائيل، وهي سياسة أمريكية ثابتة التزمت بها جميع الإدارات الأمريكية، ودافعت ورعت استخدام تل أبيب العنف والقوة المفرطة في العدوان على الشعب الفلسطيني بدعوى الحق في اعتماد الكيفية واستعمال الوسيلة التي تراها إسرائيل مناسبة للدفاع عن نفسها وحفظ أمنها. نتابع. هذه السياسة الأمريكية التي باتت اليوم أكثر سفوراً في دعمها للحرب الوحشية والإجرامية الإسرائيلية على شعبنا، والمتمثلة في الإصرار الأمريكي على مواصلة الحرب ودعم آلة القتل الإسرائيلية في مجازرها التي لم تتوقف منذ أكثر من شهر، ولم تعد السياسة العربية في الاستجداء والاستعطاف تجدي نفعاً في إعادة النظر في السياسة الأمريكية المنحازة بشكل صارخ وفظ لإسرائيل، والتي لن تقتصر مخاطرها على القضية الوطنية الفلسطينية، بل سيمتد الخطر إلى كل منطقتنا العربية التي ستتحول إلى بحيرة أمريكية لنهب ثروات شعوبنا تحت سطوة سياسة حشد الأساطيل. دور للولايات المتحدة في الحرب على غزة متعدد ومتنوع، سياسي وعسكري ومعنوي واقتصادي وبكل أشكال الدعم. لا يقتصر دورها على تقديم الأسلحة والذخائر، بل ومعها الخبرات التكنولوجية والمعلومات الاستخباراتية، بل والمالية أيضا، حيث طلب البيت الأبيض من الكونغرس مبلغ 14 مليار دولار لدعم إسرائيل معظمه للأسلحة، علماً أن الجيش الإسرائيلي يحظى أصلاً بسنوات طويلة من المساعدات العسكرية الأمريكية تصل إلى 3.8 مليار دولار سنوياً، مع مليار دولار من مبيعات الأسلحة المباشرة. الوجه الآخر لحرية التعبير نتابعه من خلال الرسوم الكاريكاتورية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم.
حذرت غرفة الصيادلة في ساكسونيا السفلى ولاية الألمانية من أن تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية بشكل مفرط أو لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى أضرار جانبية خطيرة، وخاصة على المعدة والكلى. وأوضحت أن تناول المسكنات المضادة للالتهابات كإيبروبروفين وديكلوفيناك ونابروكسين بشكل متكرر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بقرحة المعدة وأضرار بالكلى، في حين أن تناول جرعات زائدة من باراسيتامول يمكن أن يلحق ضرراً بالكبد. وقالت غرفة الصيادلة إن المسكنات قد تؤدي إلى تفاعلات مع أدوية أخرى، فهي على سبيل المثال يمكن أن تؤثر بالسلب على مفعول الأدوية الخافضة لضغط الدم. وأشارت غرفة الصيادلة الألمانية إلى أنه يمكن اتخاذ تدابير بديلة لمواجهة الألم قبل اللجوء إلى تناول المسكنات، فعلى سبيل المثال يمكن تخفيف الصداع من خلال شرب السوائل بكمية كافية. وأضافت أنه يمكن تخفيف آلام الظهر أو العضلات أو الدورة الشهرية من خلال الاستحمام بماء دافئ أو استخدام زجاجة ماء ساخن أو لصقات الحرارة. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. They cannot choose what they witness. The deaths of others and the grief of their elders. Thousands have died. Farah Hassan was 2.5 years old and was killed by an airstrike on October 27th. She came late in the life of her parents, Abir and Muhammad. Reaching now for the comfort of memory. حسيت حالي ملكت الدنيا كلها وظلت ننتظرها بلحظة بلحظة لغاية ما أجت على هالدنيا وظلت نربي فيها لحظة بلحظة لغاية ما كبرت وما زدت تسمع صوتها عبت علي الدار. والله فرحي خلال تشوفها عبت علي الدار عبت علي حياتها. For 4 weeks now, our journalists in Gaza have recorded the impact of the war on its children. Those who survive live with the trauma. But there is another story that speaks of Gaza's children and a longing for joy. 12 years ago, they created a world record for kite flying. A transcendent moment. And even now, amid all the war has taken, there is also resilience. Children making worlds of their own within the war. 12-year-old Leanne Khalaf finds comfort in her family when the bombing starts. My mom calls my brothers and sisters to hug them, she says, and we hold each other's hands. In the grounds of Al-Aqsa Hospital, staff and the children of refugees, surgical gloves make little balloons. This after one of the heaviest nights of airstrikes yet. In another part of the hospital, more of Gaza's children were being mourned. Little Mariam Al-Masri But who can console who here?
وبهذا الفيديو عن قتل الطفولة في غزة على يد الكيان الصهيوني المجرم نختم صدى الأقلام. إلى اللقاء.